نتكلم عن يعني نتعامل مع معطيات، مع ارقام، مع احصائيات، فهذه الارقام ستوضح لنا هل فعلا تم تحقيق هذه المكتسبات وهذه النضالات وهذا الكفاح من اجل تعزيز مكانه المراه، من اجل كذلك تحقيق المناصفه وتحقيق المساواه في مجموعه الحقوق، مجموعه من المكتسبات. قبل ذلك دائما نختار ايش نعتمد بالدرجه الاولى؟ تشخيص على معطيات احصائيه، معنى المنطلق العربي غادي يكون على معطيات احصائيه باش نحاولوا نرصدوا الواقع السياسي في المجتمع المغربي، واش هي المراه خدات حقها وثبتت مكانتها قربت توصل النص، لان كاين كنقول مثلا عندي 100 منصب مرشحه خصها 50 مرشحه خصو 50، يعني لا كترجى 70 فهو اشحاف في حق المراه، واذا عطت المراه 80 فهو اشحاف في حق الرجل، معنى يجب ان يكون هناك توازن وتكافؤ بين الرجل وبين المراه، وهذا هو العنصر الاساسي. حنا غادي نشوفوا الاحصائيات ربما غادي نقراوها كاملين قراءه معمقه كعضو او كهيئه مجتمع مدني باش نقدر فعلا نشوف الاطار اللي ممكن نشتغل فيه، اذا فعلا حنا في الاخر غادي نخرجوا كيفاش ممكن نصير عريضه، كيفاش ممكن اني نطرق على واحد الموضوع يتعلق بالمشاركه السياسيه وحنا مقبل غير الاستحقاقات الانتخابيه المقبله، كيفاش تكون عندي كعده مرجعيه جاهزه قال لها فاهمها، باش اللحظه اللي كنبدا نترافع على واحد الموضوع عنده علاقه بالمراه وتعزيز مكانه المراه فعلا كنكون انا فعلا عندي عده مرجعيه استند عليها. بطبيعه الحال ما غاديش نتناقشوا كان ان اسمى قانون البلد هو الدستور، فاكيد هناك في مجموعه من الفصول تؤكد على مكانه المراه وعلى دور المراه وعلى المساواه، وهناك نهضروا على هناك كنهضروا على الفصل 19 من الدستور، لهذا ما جاء فيه يتمتع الرجل والمراه على قدر المساواه الحقوق والحريات المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والبيئيه على قدر المساواه الوارده في هذا الباب من الدستور وفي مقتضيات، يعني كاين ابواب اخرى وكاين فصول اخرى تتكلم عن هذا الجانب، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدوليه كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق احكام دستور توليد المملكه وقوانينها. تسعى الدوله لتحقيق مبدا المناصفه بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغايه هيئه للمناصفه ومكافحه اشكال التمييز. انا غادي نعطيكم بالنسبه للجماعات هي 13، وكاين واحد البند خاص بتقديم العرب. كذلك ونحن في اطار الاعداد لتقديم مجموع العرب، اكيد يجب ان نطلع على هذا القانون التنظيمي رقم 44/14 لتحديد شروط وكيفيه ممارسه الحق في تقديم العرب الى السلطات العموميه، كذلك هذا القانون نقول تمكين المرأة في الحياة السياسية، تمكين المرأة في الحياة الاجتماعية، تمكين المرأة في كذا، تمكين المرأة في كذا، شنو قصد تمكين المرأة؟ هو واحد العملية عندها علاقة بكسب المرأة، الشخصية المرأة، تستطيع تخلي المرأة اكتساب القوة والسيطرة على حياتها وتعيش، بحال اللي كنعطيو المرأة كنقول المرأة مثلا، المرأة متزوجة عندها أسرة، ما كتلقاش معارضة من الأسرة ديالها مثلا ممكن تمشي تحضر مثلا دروس الجمعية مثلا دروس محور الأمية، كتلقى تحفيز من المجتمع ديالها تحضر مثلا كاين مثلا بحال دابا كاين شي تكوين، كاين شي ورشه تكوينيه، كاين شي خارج هذه الاستكشافيه، المراه كيعزها المجتمع، كنقصد المجتمع، الاسره ديالها الصغيره، كيعطيوها قدوه انها تخش تكتشف المجتمع. المجال لا محاله. تمكين الاقتصاد، اقول اذا اردت ان تحصل على مراه فاعله فيجب ان تكون لها تمكين اقتصادي، وتكون عندها كذلك ما تكونش واحد الفجوه، كتلقى الرجل ربما ياخذ دائما نفس المهمه وياخذ اجرا مضاعف الاجر اللي كتاخذ المراه، زياده فرص العمل للنساء، تسهيل الحصول على القروض المصرفيه، اضافه الى ازاله الحواجز التي تعيق ثقل النساء، بل ان القوانين التمييزيه وهناك نهضروا فيها اليوم في مجموعه من القوانين، كتحاول ان فعلا القيمه كتعطي قيمه للرجل اكثر من قيمه المراه، وصول الى المشاركه غير العمليه لتحمل اعباء المنزل والرعايه الاسريه، مع ان المراه النوع الاجتماعي كما كنهضر على هذا الموضوع ديال النوع الاجتماعي، طبعا دائما كنلاحظ ان فعلا استراتيجيه من المنتجه الاهتمام في بعد الاساسي في تسليم السياسات والبرامج الاخلاقيه. الاشكاليه اللي عندنا كنلاحظ حتى في البرامج ديال التنميه كنلاحظوا واش فعلا مثلا في اعداد اي مشروع بداو من المجالس الجماعيه والمجالس الجماعيه وما ذلك، هل فعلا يتم اخذ الاعتبار راي المراه
وبقينا كنحبوا